شاشة الصناديق، يتم الدخول إليه من إدارة الحسابات، المدخلات الأساسية، الصناديق. تعتبر هذه الشاشة من الشاشات المهمة في نظام يمن سوفت المتكامل، إذ أنه لا يمكن تنفيذ سند صرف أو قبض من الصندوق نقدًا أو فواتير مشتريات أو مبيعات نقدًا إذا لم يتم إضافة وربط حسابات الصناديق الموجودة في الدليل المحاسبي بهذه الشاشة. إذا ما قمنا مثلًا بالذهاب إلى قائمة العمليات سندات صرف وقمنا بالضغط على زر الإضافة وبحثنا عن الصناديق لتنفيذ سند صرف وقمنا بالضغط على F9، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن خانة الصناديق فارغة، رغم أن حسابات الصناديق مضافة في الدليل المحاسبي، إلا أننا لم نقم بإضافتها في شاشة الصناديق، لذلك ظهرت هذه الشاشة فارغة. كذلك في فواتير المبيعات، إذا ما ذهبنا إلى إدارة المبيعات العمليات فواتير المبيعات وقمنا بعمل فاتورة مبيعات نقدية مثلا نقدان وبحثنا عن الصناديق، ماذا نلاحظ؟ فارغة. السبب في ذلك عدم إضافة أو ربط حسابات الصناديق في الدليل المحاسبي بشاشة الصناديق. فإذا ما عدنا مثلا إلى إدارة الحسابات شاشة الصناديق، سوف نوضح الآن كيف يتم إضافة وربط حسابات الصناديق في الدليل المحاسبي وإدخالها في هذه الشاشة. نقوم فقط بالضغط على زر الإضافة، رقم الصندوق 1، رقم حساب الصندوق في الدليل المحاسبي يتم الضغط على F9، ثم نقوم باختيار مثلا صندوق ريال يمني مرتين، ثم التحرك بالتاب أو بالماوس، رقم التسلسل 1، ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما أردنا مثلا أن نضيف صندوق آخر نقوم بالضغط على زر الإضافة، رقم الصندوق 2، التحرك بالتاب، ثم الضغط على F9 واختيار صندوق دولار، التحرك بالتاب، رقم التسلسل مثلا 2، ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما ضغطنا على زر البحث سوف تظهر جميع الصناديق التي قمنا بإضافتها. فإذا ما ذهبنا مثلا إلى العمليات سندات صرف وقمنا بعمل سند صرف، نقوم فقط بالضغط على زر الإضافة، ثم ذهبنا إلى شاشة الصناديق وقمنا بالضغط على F9، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الصناديق أصبحت موجودة في هذه الشاشة، وأصبحنا نستطيع تنفيذ أي عمليات مرتبطة بشاشات الصناديق، سواء أكان سند صرف أو قبض أو فواتير مشتريات أو مبيعات نقدية. فإذا ما عدنا إلى شاشة الصناديق، قد يتساءل البعض، وقمنا بالبحث مثلا على صندوق ريال، قد يتساءل البعض ماذا يقصد برقم التسلسل في شاشة الصناديق؟ طبعا يعتبر رقم التسلسل من الأشياء أو الحقول المهمة. فإذا ما كان مثلا رقم التسلسل لجميع الصناديق 1، مثلا صندوق ريال رقم تسلسل 1، الصندوق دولار رقم تسلسل مثلا 1، ثم قمنا بعملية الحفظ، معنى ذلك أنه عند عمل سند صرف أو قبض ريال أو سند صرف أو قبض دولار سوف يكون ترقيمهم أو تسلسلهم في نظام يمن سوفت متتابع متتالي. إذا قمنا بعمل سند صرف ريال مثلا رقم 1 وقمنا بعمل سند صرف دولار سوف يكون رقمه 2 وهكذا 3 4 5. لماذا؟ لأن رقم التسلسل لصندوق ريال وصندوق دولار 1. أما إذا قمنا مثلا بجعل رقم التسلسل 2 يعني مختلف، فأصبح رقم تسلسل صندوق ريال 1 ورقم تسلسل صندوق دولار 2، معنى ذلك أنه عند عمل سندات صرف أو قبض ريال أو دولار لكل صندوق تسلسل خاص به وترقيم خاص به يختلف عن الصندوق الآخر. إذا قمنا بالضغط على زر التعديل سوف نلاحظ ظهور مربع صغير يسمى صندوق نقطة البيع. إذا ما قمنا بالتأشير عليه نستطيع ربط هذا الصندوق بنقاط البيع. فإذا ما قمنا مثلا بتحديد رقم المستخدم بعد أن يتم إضافته في شاشة المستخدم في إدارة النظام، يتم الضغط على F9 مثلا واختياره، نكون بهذا قد قمنا بربط هذا الصندوق بنقطة البيع، ثم نقوم بعملية مثلا الحفظ. يتساءل البعض الحد الأدنى الظاهر أمامنا كيف ظهر؟ عند إضافة حساب الصناديق في الدليل المحاسبي كحساب فرعي سوف نقوم بتحديد أدنى حد لهذا الصندوق
بحيث إذا ما قمنا بتنفيذ أي عمليات وتجاوزنا هذا المبلغ سوف تظهر لي رسالة تنبهني أنني تجاوزت الحد الأدنى لهذا الصندوق.